ناقشنا كثيرا عن الكراكت، والآن في عالم رياضة الغولف، من وجهة نظرك وخاصة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ما هو وضع الرياضة الآن؟ لقد شاركت في كثير من البطولات والفعاليات في هذه الرياضة، هل وضع الرياضة في الغولف في وضع جيد حاليا؟ أعتقد أنه وضع جيد إذا أخذنا في الاعتبار موقف أو الجائحة. هناك كثير من آلاف المشاركين، على سبيل المثال هناك أكثر من يزيد عن 60% من المشاركين، وهناك دخل للاستثمارات في هذه الرياضة، نجد حوالي 5 ملايين دولار يتم ضخها في هذه الرياضة، وأيضا نجد على سبيل المثال رياضة الغولف لها وضع جيد أيضا في السعودية، وقد أعلنوا أنه 55 مليون دولار لرعاية الفعاليات الخاصة برياضة الغولف. وعلى سبيل المثال نجد أيضا أن كثير من المليارات والملايين الدولارات يتم ضخها في هذا المجال. نعم، إن وضع رياضة الغولف أكاد أجزم أنه وضع جيد. حسنا، لقد شاهدت أن وضع هذه الرياضة في وضع جيد، ولكن سأوجه لك، هل الغولف الآن أن نحن على المسار الصحيح أو أننا سنشهد ثورة جذرية في هذا القطاع؟ إن التطور من وجه النظر يتعلق بالبنية التحتية. نظرنا على سبيل المثال في عام 1968 كانت الملاعب والنوادي في أمريكا هي من تدير البطولات، وكانت هناك أسماء بارزة لكبار ومشاهير اللاعبين، وكانت نوادي الغولف موجودة بكثرة في بعض البلدان لكنها لم تكن موجودة في بعض البلاد الأخرى. بطريقة ما كانت هناك عدة دورات من التغيير، وبالتالي أعتقد أنه في هذه المرحلة الآن هناك أنماط وطرق جديدة ووسائل إعلام جديدة، والشباب مثل توما هناك يريدون أنماط قصيرة أو دورات وبطولات قصيرة من الغولف، ولكن ما نحاول أن نقوم به على الصعيد الرسمي هو أن نقوم بتطوير اللعبة، نقوم بإشراك كثير من الفرق، ونقوم ببيع حقوق الامتياز وتسويق لهذا الأمر. إن كنا نتحدث عن مستقبل الغولف من وجهة نظر التطور، قد شاهدنا هنا في أبو ظبي أريد كثير من الفعاليات التي تحاكي الفعاليات التي تتم في البلاد الأخرى. هل هي هذه الفكرة؟ هل هو أن الغولف لا يتمتع بالشعبية الكافية في هذه المنطقة؟ في واقع الأمر لدينا بعض اللجان التي تعكف حاليا على دراسة الوضع من أجل إيجاد سبل لتطوير وضع هذه الرياضة في الخليج. على سبيل المثال قد يبدو الأمر صعبا، على سبيل المثال في الستينات من القرن الماضي كانت الوضع الرياضة جيد في بعض البلاد مثل أمريكا، بالتالي أعتقد الآن على اللاعبين وكبار اللاعبين أن يقوموا بترويج أيضا هذه اللعبة. إن الوضع مما لا شك فيه صعب، وكما ذكر بعض زملائنا يوم أمس في الوضع رياضة كرة القدم للسيدات، لابد من عقد فعاليات إضافية، لابد من الترويج لهذه الرياضة. إن كنا نتفق على أن الوضع ليس جيدا لرياضة الغولف في هذه المنطقة، ولكن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا، وهي أن نقوم بالترويج لهذه الرياضة وإقامة فعاليات أكثر وأكثر في هذه المنطقة. بالطبع هذه هي الخطة، نفس المسار أو نفس الملعب ونفس الكتف.